عطى هذه يدك ولا يدي؟ لا تفضل 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 هاف فن. باكسون حيجي على ستريم. ام باكسون ضد دكتور تاسك او تاتك تاتك. اي هذه الضحكه هي نسميها تدك هذه لانه مره جاء كتب الاسم كتب دكتور تدك فاحنا سميناها تدك وصارت هذه النكته ان اسمه دكتور تدك. هذه انسايد جوك اللي ما يعرفه اسمه دكتور تاسك باي ذا واي. تدك طبعا عمر صالح او دكتور تاسك هو اتوقع هو اللي يدرس الشيء هم اللي يختارون راندوم يعني هو ما عنده مين هو المين حقه راندوم فهنا نقول ذاك اليوم من المين حقك يكتب لنا استفهام فما ادري يلعب بسامس يلعب الشخصيات كويسه عنده سامس باوزر اوليمر لوسينا اصبر ما ادري في كمان كثيرين يا اخي انسى ما اعتقد اعتقد تحول لوسينا اسهل ما ابغى اسوي تبر مشوار يا اخي ما يفكر ايش تفكر يا اخي سوي بس فير وخلاص يا اخي كيف فير 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 المهم بس انا اشوف ان باوزر حقه هو اقوى شخصيه عنده صراحه yeah. هو اقوى شخصيه لك فيها هو عبد الله غير من باوزر لديكي كونغ ليه ما كان يلعب ديكي في الفتره الاخيره قريب اخر مره لعبت معاه كان يلعب ديكي اوكي نايس ما ادري يا مسكين نايس طبعا هذه مشكله ديكي انه ما يقدر يسوي لاند دكتور تاسك ممتاز ماسك السبيسك حقه ممتاز تمام زيرو تو ديث ممكن خلينا نشوف لا خلاص خربت او انت اللي لعب ضدي ديدي في فريملس يا اوكي مين هذا لعب ضدي يا اخي نايس فير او نير صبان ثلاثه لعب ضدي بفريملس ديدي إيه. إيه صح يلعب ديدي إيه لعب ضده لا ديدي حقه ما شاء الله مره ممتاز يعني ماسك ايش ذاكر لك يا اخي رشيق ضد كونغ يتشقلب جدا على لسه ثقيله ما في امل يموت الحين سامس غريبه ما ادري اول ما عرفت ان الزيرو سوت سامس اثقل منها قلت خلاص ايش؟ مين قال؟ فاست فولر فاست فولر ايش هو؟ مو بالثقل مو بالوزن لا لا كمان قلت ذي تصير عليها الميتانايت كومبو ومن دون ملابس ما تسيت قلت والله يلا اللي قاعد يعلق معاي عبد المجيد اللي هو مترنس بيسال عنك صبان ثلاثة نايس اوه وصل بعد حسن الطلاق جلاديون اوه اكلها باب الظاهر مسافر مسافر ولا حسن كمان اظن كمان كم ضربه حيموت هو كل الريج هذا لكن يفضل انه ايش اسمه ما يستخدم الافر عشان ما يسوي لها سنيك ستيل الا اذا كان يبغى يسوي اذا تقدر اذا تقدر صحح لي اياه انه البومل يشيل ستيل البامل اعتقد البامالات تعتبر انها اتاك واحد يعني ريجستر از وان ثينج مو بكل البامل تشير لهذا بامل واحده بامالين ثلاثه اعتقد نفس الشيء اوكي ريجستر از ا بامل خلاص او نزل باكسون هيز مين انت جرافيتي سوت يقول لك عشان كذا هي فلوتي داري لك ما كان ودي اقول ليه ها ليه بعدين اقول يستر خرب خرب ال شكرا بنمسحها خلاص اوه ايش هذا في باكمان اوه صح هذا الميل القديم حق عبد الاله من امباكسن امباكسن القديم المشكله تعرف وشو وشو قبل كم يوم كان يلعب كياس فورت ايوه وش تسوي هناك بس تنزل هايدرنس بس هايدرنس حقته مجنونه يسوي ايش وتسوي لك سبايك تقدر تطلعها من داون اير وات اند يو كود ريسبون ات بسرعه على كيفه على طول هي في الارض لا اقدر اجيبها من مكان ثاني طيب لازم نتكلم عن عبد الله بما انه لعب باكمان عبد الله في بدايه ايامنا على رياض سماشرز الاولى والخامس تقريبا كان من التوب بلايرز في الرياض وكان يلعب باكمان طول الوقت yeah. كان ينافس حتى الشباب اللي حتى توكي وشباب كانوا يعني كانوا اعلى منه في الرانكينج بس الفترة الأخيرة لأنه ترك سماش راح يلعب ستريت فايتر فصار نقص مستواه yeah. فهذا الباكمان don't sleep on him
هذا الباكمان فيه خبره كبيره صراحه. صحيح. فانا اشوف ان السويتش هذا ممكن يخوف اكثر من يعني ما هو شغله انه ديسبريت. يا خلنا نشوف. كان يبغى زي دروب للدير. طبعا هو مشكلته ان الرياض كلها تعرف باكمان من توكي. فان فاكت لباكمان تعرف انه هو افضل ليد جيت اب عنده. يعني ايش يعني؟ اول ما يقوم الانفنسبيلتي فريمز حقته. طبعا معلش انا قاطعك لكن في كذا تشارج شوت بوجهه كذا اول ما قلت كذا. ايوه فايوه ايش تقول ليد جيت اب؟ ليد جيت اب العاديه. ايوه الانفنسبيلتي فريمز اللي عليه. ايوه اكثر من باقي شخصيات. يا نايس. فالتين اقل واحده على ما اتذكر. اوكي معلومات دروبز ذا نولج. مترنس دروبز ذا نولج انا ما اعرف صراحه. That's inadequate knowledge. مو انت اعطيتني معلومه فالكون ديك. هذيك تكفيني صراحه. هذيك اعلى احسن معلومه سمعتها حق التونتس. والله قعدت اضحك ضحكه يوم شفتها. اوكي هذه تو ماتش. قاعد يحاول يذبحها بالتفاحه. نايس نير. نير حقت باكمان روعه صراحه. يا كويس. تطلع فريم 2. عيني جدع عليه الهايدرنت والجرس وكل شيء في الحياه. اوب نايس. بس ما راح يذبح. نا تعاسه. باكر كان احسن. يا او لو نزل سوى اب سماش مثلا. كان عنده ما اعتقد كان عنده وقت تدري. وات؟ ايش قاعد يصير؟ اوكي رجع. يا علينا باكمان ما اعتقد انه كان حركت. اوه خله ما يبغى تسوي شيء. ايه ميد جيم كوتشنج ما يصلح يا عبد الجيد. ايش هذا؟ ميد جيم كوتشنج بو. حتى الجمهور مو عاجبه. طبعا شوت اوت اللي يزيد دايم معنا في ستريم بيك تشيز بس مشكله. يقول انه لا تعمل الناس انا بيك تشيز. هو واضح مره كلنا ندري انه هو بيك تشيز. ايش ابي هذه عجيبه. كان يهرب. عن مباراه المجيد الان. عن اذنكم بيك تشيز بياخذ مكاني. ياس بيك تشيز ليتس جو. اعتقد عبد المجيد بيلعب مع سعود اذا ما كنت غلطان. سعود العقله. طبعا باقي ستوك كل واحد منهم. البوتنشال سباكسون اخر الجيم. تفضل تتكلم. شلون تشبك؟ على ابنك. منو على ابني يعني؟ يا اكزاكتلي. السلام عليكم يا السبعه الموجودين. حياكم الله. اوه ما شاء الله واجدين. حياكم الله. الله يسعدكم. صب صب صب. يا قدمه. الله الله الله. يا اخي نحترم مستوى عبد الله يا اخي ليش كذا؟ مع انه فاز. ما عندك تتكلم يلعب هذا كومنتيتر كيرس. اقول كومنتيتر كيرس في حياتي. اول ما قعد مات الشخصيه اللي قدامه. فكنت اقول لك لعبي انا خايس مره من تالي يعني ما ادري ايش فيني. ما من جد يا اخي مره بايخ يا اخي. بس عبد الله لانه كان يصير يلعب ستريت فايتر فعشان كذا وقف سماش كذا صار له عقب كثير. دور الكنترول حقتك. هي البيضة؟ رمادية مو هنا. والله من الايروني يدعم المجيد بيضة. او ماي جاد. نرجع للمباراة. يقول لك ترى ايفو حق سماش فور حيتجي في ديزني باي ذا واي يعني. وات؟ قناة ديزني. ليه؟ لانها فور كيدز. دونت اسك مي. انا قاعد اقول لك المعلومة زي ما هي. مو انا اللي اخترت يعني. ويتش بارت ارد عليه يعني انها فور كيدز ولا على ديزني ولا احفظها على انها معلومه وخلاص. بس واضح ان عمر حط اسمه غلط. وهو اسمه المفروض دكتور تودوك وحط دكتور تاسك. الله يهديه. الله يسامح عمر. معروف هو بالرياضه انه دكتور تودوك. تودوك يا اخي. يا دكتور تودوك. الحين وين النتيجه؟ يس. صح تذكرت يوم اخذ الكونك. عاد قبل البطوله عبد العزيز قاعد يحمي مع عمر. عبد العزيز عند الكونك. خلاص يعني اوريدي اعرف الماتش اب اعرف كل شيء.
واضح ان عمر اول مره يلعب ضد باكمان. اعتقد تقابل مع توكي قبل كذا ولا ما ادري، قاعد يسوي حركات خطيره زي انه ينزل على النبيطه، اذا نزل على اخر واحده هو تحت يموت، يصير فري فول. يس ايه نايس. ما تسوى ابدا انك يعني تروح عشان زياده حبه حبتين دمج. يعجبني انه باكمان رياليستك، يعني لما يرمي عليك الووتر هذا شو اسمه الهايدرنت، الهايدرنت ايوه، يعني انا لو يطيح علي هايدرنت في حياتي الواقعيه اتوقع يروح 20% من حياتي يعني. يا اكزاكتلي اتوقع اني بموت على طول. اختفي من الوجود. نايس بس فعلا الهايدرنت حلو، حتى الفيزكس حقته مره حلو مع المويه. اوكي في هايدرنت طار. عمر قاعد يصد كثير. اوب ما تو ماتش. نايس روعة صراحة تستاهل صفقة صراحة. اوف يعني البلاستيك حقه كان روعة. نايس نير. احنا قاعد نشجع عبد الله. خلاص طز عمر دكتور تودوك. اجيك بالكل اللي تو يعني وقف قبلها بساعة. اي يعني واضح انه مقصودة. اي حاط بلاستيك مضبوط صراحة عجبتني. دائما افكر ان افضل شيء بالكلات هذه المنتل بريشر مو إيه. بالكل نفسه إيه. انه يقفل الاوبشن عليك يعني هو عند الحين قبل شوي حطه في اوبشن وضع صعب يعني انه حط تحت النطاطه خلاه إيه. لازم ينط خمس. اوكي يعني لو مكان عمر مستحيل اقرب من النطاطه مره ثانيه. نايس رجعت على طول عليه. أوه. والله ماتريكس هذا وسموس من الكاركتر الطويله. هو عشان انسان طلق الطلقه فنزل الظاهر لتر الماتريكس. جو اخر عنها بطيء. نايس والله اللي نزلون فيلم مترويد ماتريكس ستايل. اوف واو هذا شيء مليون درك. تيك اول اوف ماي ماني. شت اب تيك ماي ماني. نايس تيك. رفس على الوجه شيخ. المضحك انها بقصه مترويد في سبيس بايرت ولا عمرهم قالوا وش الكرنسي اللي يعني اللي يستخدمونها، وش يسرقون وبكم يبيعون. واو عجيب. هي اصلا من بها هانتر سامس نفسها. لا هذه تذبح اجزاء واجزاء، في اجزاء هي هانتر وفي اجزاء هي تشتغل للفيدريشن. اوكي سبويلرز. صار 9 ترى على فكره. لا صار 6. واضح في واحد ما عجبته سالفة مترويد. ان شاء الله مو عليك شوف سالفة مترويد. ما اتوقع سالفة اليد ابدا. والله احس تعليقكم برا المباراة بشكل ابدا. احنا قاعدين نسولف احنا. سلام عليكم. طفشتونا الجيم الثاني. كنا نسولف على الجيم البداية. وش ذا شلون خسرت؟ جتها بس 2 تشارجات في وجهه. الكل الاول كان خرافي. لا كان صراحة روعة. اهنيك. لسه حلو. معروف انك ديم بس انا لسه حلو.